السندوتشات بتاعت المدرسة، من حقي أطلب إنها تبقى مختلفة وجديدة. ودعم بقى سندوتشات الجبنة بالقوطة والبيض وغيره وغيره وغيره. النهاردة هعمل سندوتش بأحلى سلطة ماما بتعرف تعملها. هعمل سندوتش بسلطة التفاح والدجاج المفضلة عند العيلة كلها. قبل ما انسى، انا خليت ماما تشيل لي الدبوس الفرخة المسلوق عشان اعمل بيه السلطة دي. دلوقتي هجيب بولة كبيرة واقطع فيها الدبوس ده واشيل منه الجلد والعظم، احط معاه التفاح واحط كمان الزبيب عشان ماما بتقول دايما الزبيب بينشط الذاكرة. بعدين هبتدي بقى احط الجبنة. وزيت الزيتون برضو ماما دايما تقول كويس عشان واعصر الليمون عشان التفاح ما يسودش. واخيرا هحط الساور كريم، بلاش المايونيز عشان مش كويس في اللانش بوكس. اخلط كل دول مع بعض. الحياة سهلة وجميلة. بعدين اروح جايب السندوتشات ومعبياها بالسلطة دي. بس كده. او كده الواحد يقدر يروح المدرسة وهو مبسوط.